تقولي بقى اسالني اسالني عايز تيشرت تيشرت عايز تيشرت صح خلاص تقفش اخد تيشرت يعني ان شاء الله قول اربع مدربين ضربوا الاسماعيلي وضربوا الاتحاد اسماعيلي لا مش عارف الصراحه مش عارف اتفاجئت مش عارف ماشي هشام حسن وطلعت يوسف طلعت يوسف لما راح مساكم لا 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 غش كده علني لا وطه مصري وفي مين تاني بره طلعت يوسف تمام و حسام حسن ضرب هنا وهنا طلعت يوسف محمد لا طلعت يوسف اول مدير فني تاني مستر بوكير تمام بص ورا اللي عايز حد يغشك ما حدش هيغشش كله عايز يكسب التيشيرت النهارده جميل الاتحاد كله عايز يكسب التيشيرت والكابتن بوكير تمام بوكير حسام حسن طه مصري وطلعت يوسف ادي الاربعه حسام حسن وكابتن بوكير وكابتن طه مصري وكابتن طلعت طه مصري وطلعت يوسف اثنين وحسام حسن اثنين ثلاثه الرابع مين بقى شعبيه مش فاكره الرابع لا حلمي طولون وطلعت كابتن طلعت يوسف وحسام حسن بس كده لا 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 بكر لا بكر لا طه مصري واحد حسام حسن اثنين بكر ثلاثه والرابع طلعت يوسف بكير طلعت حسام حسن وبرديتش هو ميسي وبكير و وطه بصري ضرب الاسماعيلي والاتحاد و المعلومات دي من عندك ولا اللي وراك لا والله ابدا وطلعت يوسف صح ولما صلى على النبي وحسام حسن تقدر تقول لي ثلاث لاعبين اجانب حصلوا على هداف الدوري المصري لعبوا في الاسماعيلي وفي الاتحاد بلاهيني ومصطفى كريم واللاعب الثالث مش شرط محمد فضل صعب بصراحه صعب ها عشان سؤال التيشيرت لا لا بلاهيني ومصطفى كريمي و وتراوري بلاهيني طبعا اللاعب الغاني ومصطفى كريم عبائي وفي واحد ثالث ان شاء الله كده نجيبه يعني بلاهيني مصطفى كريم وتشيرنو مين تشيرنو لاعب في القناه ابناء الاسماعيليه بلاهيني لعب عندنا وفي الاسماعيليه وبلولو ورزاق سيسي وتشيرنو و ما انا بقول اهو تشيرنو وبلولو مبلولو ورزاق سيسي وتشيرنو مبلولو وتوبونج وتشيرنو وكان في عندنا داوود ابي ليلى برضه هدف وكان رزاق سيسي طبعا ده خدوه مننا عندك اقول لك مين تاني ابو بكر باه حاجات بقى قديمه بقى ابراهيم كربيوجو لا احنا عندنا كان عندنا طول عمرنا بنجيب سفاحين افارقه الصراحه يعني ما بلولو هو اخر واحد لسه الموسم اللي فات اسمك ايه؟ اسمي حميده مبروك عليك تيشيرت حميده